مرحبا. الام تي في بتطلق بالتعاون مع تي اف ام برنامج جديد اسمه تيلي شوبينج. رح يطل تيلي شوبينج كل يوم عليكم بمجموعه اغراض جديده ومتطوره ما بتلاقوها وين ما كان وبالاسواق اللبنانيه. الكواليتي تبع اغراضنا توب لانها جايه مباشره من فرنسا لترضي كل الاذواق. وهالاغراض اذا عجبتكم تقدروا تحصلوا عليهم وتوصل لعندكم على البيت من دون اي كلفه اضافيه، مع إمكانية الرد إذا هالبرودوي ما عجبكن أو ما ناسب ذوقكن. سول كفالة موجودة ومن لحظة الاستلام من خلال الليبان بوست وب 48 ساعة بس بمجرد ما تتصلوا فينا على 81-218-ألف. الغرض اللي أنتوا اخترتوه بيوصل لعندكن لوين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان. مرحبا. عادة إذا بدنا نقص نفرم نحضر حيالة شغلة بالمطبخ نعطي الهم قص الخضرة، قص الفواكه، لحمة، دجاج، ما بعرف الجبنة، السمك، البيض، حتى الخبز سئيل وقتها بدنا نقصه. بس هلأ مع تطور التكنولوجيا صار في شي جديد اسمه كوب إكسبرس يلي اليوم رح أخبركن عنه. مش بس ستات البيوت بالعالم بيستعملوه، بس كمان هو الحل لشفية بالمطبخ. صار فيكم تحضروا كتير اشياء من دون لوحة قص لانه لوحته منه وفيه، ومن دون حتى سكاكين المطبخ الكتير اللي بتقص وكل وحده نوع وكل وحده لشيء. هيدا واحد كوب اكسبرس مقص بس منه مقص عادي، ليكن لوحه تبعيته بيقص بطريقه كتير سهله، امن 100% ما بيزحط على المي لانه مسكته ما بعرف هيك معموله من شيء مثل كاوتشوك يعني كتير مسكته هينه، بعدين ليكن كيف بيقفل كتير سيف، بينحط بطريقه على الطاوله بيهدى دغري، ما في لزوم يعني السكين يضل خطر، بعدين هون كله سيف امن كله 100%. هالسكين شفراته ما بتصدي ابدا، هالمقص بالاحرى، وبينحط بالجلايه سو بيتغسل بطريقه هينه، هين استعماله وبراتيك كتير. قربت الصيفيه وكلنا منحب البيكنيكس، بدل ما ناخد لوح للقص وسكاكين وكذا لوح وكذا سكين لمجموعة الخضرة والفواكه، بتاخدوا معكم بس كوب إكسبرس. ما تفكروا كتير، اتصلوا فينا هلأ على الرقم يلي قدامكم على الشاشة 81-218-ألف واشتروا كوب إكسبرس تنيناتهم ب 30 دولار بس. وين ما كنتوا عم تحضرونا هلأ بأي منطقة بلبنان حصلوا عليه من دون أي كلفة إضافية ب 48 ساعة بس، وبيوصل على بيتكم من خلال الليبان بوست. بوجود زحمة السير بلبنان يلي هي كتيرة، إن كان على الطريق، بالباركينج، بالصف، أو حتى مع الفالي، كلنا منعطي فالي، يعني بحيالله وقت سيارتنا اللي منحبها كتير معرضة للخدوش. اليوم لقينا لكم الحل بتيلي شوبينج مع أوتو جلام، رح تنحل هالمشكلة وبسرعة كتير كبيرة. بوجود هالسفنجة يلي موجودة على راس البرودوي وبشكل كتير هين، بينحط بدقايق قليلة على الخدش، وعن جد مثل السحر بتحصلوا على النتيجة مثل ما مبين قدامنا بالفيديو. هلا نجاح المسحوق بالتركيبه القويه المصنوع منها، وفيكم تحطوه بالتابلو بينحط بسياره بحيلا جايبه من السياره. لو شو ما كان لون السياره وقت تستعملوا هالبرودوي ابدا ما بيبوخوا اللون وما بينزع لون السياره. بالنسبه لكيت اوتو جلام يلي بيجي كمان قنينتين من هالبرودوي، قنينة السبراي اللي بتلمع وبتنظف كل شيء، بلاستيك، جلد، طاسات، دواليب، تابلو سيارة بيصير يلمع مع هالسبراي الأسود اللي موجود بقلب هالكت. بالإضافة لأسبيراتور بينحط ببطارية السيارة، وبهالطريقة بيقدر ينظف كل شيء من جوا، السجاد، المقاعد، حتى الصندوق. أوقات بقلب الصندوق في عنا محلات ما بتوصل الإيد، هالأسبيراتور براسه الرفيع بيقدر عن جد ينظف أدق المحلات. تحصلوا على هالكيتس وين ما كنتوا بلبنان عم تتابعونا، اتصلوا هلا على 81-218-ألف واشتروا اوتو جلام كلها ب 50 دولار. الاثنين برودويات السبراي والاسبيراتور بيوصلوا لكم ب 48 ساعة من دون أي كلفة إضافية من خلال الليبان بوست. بدكم تضعفوا وتشيلوا الترهلات او حتى الشحوم المتراكمه من دون اي تعب ولا مجهود ولا رجيمات ولا عمليات؟ الحل عنا بتيلي شوبينج اليوم. انتوا قاعدين بالبيت ما لكم الا تدهنوا من كريو شيب هالجل يلي قدامي على المحل يلي بدكم تضعفوه وتشيلوا الطبقات الزايده من الشحم او الدهن.
من أول ما تحطوا هالجل على جسمكم رح تحسوا هيك بنوع من البرودة إذا بدكم، لأنه في مكونات مثل الزيت المركز يلي ميزته تحرق دهون، وكمان مكونات المنتول يلي بيساعد على هالشي. بهالطريقة بيكون الشحم عم بيتكسر يوم ورا يوم، واستعمال ورا استعمال عم بيدوب بجسمنا ويروح تيكون عنا النتيجة اللي نحنا بدنا إياها. رح تحسوا كمان أنه بشرتكم صارت أنعم ولونها ماتيفية متجانس كله، صار فيكم توضعوا التجاعيد الترهلات شو ما بدكم تسمون مع كريو شيب. عن جد هيدا هو الحل. فيكم تستعملوه على البطن، على الأرداف، على الفخاد، على المؤخرة، حتى على الإيدين للناس اللي بدها تشيل من إيديها الترهلات أو الفات. ما تفكروا كتير أبداً، الصيفية قربت وكلنا بدنا نكون فت على البحر. اتصلوا فينا هلأ على 81-218-ألف واشتروا كريو شيب $60 ومش واحد اثنين، أصلاً قياسه كتير جاينت وكبير، اثنيناتهم بيطلع لكم اثنين جيل $60 بحيالة منطقة كنتوا عم تحضرونا بلبنان وب 48 ساعة بس. بيوصلكم هالجيل على نص البيت من دون أي كلفة إضافية من خلال ليبان بوست. انطرونا دايما لنخبركن عن برودويات جداد اكيد مع تيلي شوبينج بالتعاون مع التي اف ا على شاشة الام تي في.